ليست المرة الأولى التي تؤكد خلالها الدولة والقيادة المصرية الانحياز لأبناء هذا الوطن أينما كانوا إذا احتاجوا للعون والمساندة في أوقات الشدة والأزمات. هذا وفعلتها مصر مرات عدة بأن أعادت أبنائها من دول العالم المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي ظل أحلك وأصعب الظروف. ليست المرة الأولى التي تؤكد خلالها مصر والقيادة السياسية الانحياز لأبناء هذا الوطن أينما كانوا إذا احتاجوا للعون والمساندة في أوقات الشدة والأزمات. فعلتها مصر مرات عدة بأن أعادت أبنائها من دول العالم المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي ظل أحلك وأصعب الظروف. في فبراير عام 2020 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. سريعا أدركت القيادة السياسية خطورة الموقف مع بدء الجائحة، فكان قرارها بالحفاظ على المصريين هناك، ووفرت لهم بعد عودتهم الحجر الصحي اللازم. وفي مايو من العام نفسه أعلنت وزارة الهجرة إعادة 615 مواطنا من العالقين في دولة الإمارات بعد أن تسببت الجائحة وإجراءات الإغلاق في بقائهم خارج الوطن، وهو الأمر الذي تكرر مع مواطنيها في عدد كبير من دول العالم. أما في أغسطس عام 2021 فكان قرار القيادة السياسية بإعادة الجالية المصرية المتواجدة في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، فعاد مسؤول السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين في أفغانستان، وكانت مصر من أوائل الدول التي سارعت لمد يد العون لأبنائها. جهود متواصلة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين في تأكيد متواصل على أن رعاية أبناء الوطن نهج أصيل ومسار لن تحيد عنه الدولة.